يوم المصطفى اليمني يصادف هذا العام ونحن في شهر رمضان الكريم، حيث أن المعاناة تزداد على المصطفى، في خاصة في سجون جماعة الحوثي. جماعة الحوثي تستهدف المختطفين والمعتقلين والأسرى في هذا الشهر الكريم وفي كل المناسبات التي كانت تمر علينا ونحن في تلك السجون. بدل أن يتحول شهر رمضان الكريم إلى شهر الرحمة والشهر التسامح والشهر الإحسان، يتحول للأسف الشديد كان يتحول إلى شهر الإساءة وشهر التعمد لتعذيب السجناء والتكثيف جلسات التعذيب وتكثيف الاستهدافات والتحقيق جلسات التحقيق التي كنا نتعرض لها للأسف الشديد. نعم. كانت مرينا بظروف قاسية في كل رمضان كنا نمر فيه.